ياسين، تأكد منيح إذا شفقت عليهم وضعفت. مرة تانية ما عاد تحسنهم. لهالسبب كون جدي وخلي شخصيتك دائما قوية. ماشي، أنت لا تأكل هم. خد، خلي هالمسدس معك. مو بقيان كتير لتسافر أسماء، زعلانة لأنه رح تفترقوا عن بعض. ايه للأسف، مالي حابة إنها تروح أبدا، بس ما منعرف، بركي إن شاء الله بتغير رأيها وبتتراجع عن هالروحة. في كتير عالم عايشة بهالبيت الكبير بس بتلاقي الطاولة فاضية فيه. اشتهيت شي مرة أتغدى أنا وولادي وأحفادي سوا بهالبيت. صحيح أمي، لما رجعت على البيت كنتي نايمة فما قدرت قلك. رحت لعند سهر اليوم، خوفتها شوي وقلت لها جلنار مو خايفة بنوب، بس نبهيها انت عن المصايب اللي ممكن تصير. طالما عم تقول مو حابب ينزع مرأقنا، ليش عم تحكي هيك يا بضاي؟ سمعتني شو قلت لك؟ مشان هيك بعتي الخالة عائشة على المكتب مو هيك؟ وأنا من الصبح عم أقول شو فيه. هلأ لما شفتكن جنب بعض فهمت كل شي بالضبط. وفهمت كتير منيح. ما سمعت شو كانوا عم يحكوا. أنا متأكدة إنه حكوا لك كل شي. أمي شو رح نعمل هلأ؟ إذا عن جد كانوا قايلين لنا كل القصة وراحت أسماء وقفت جنب أمها، شو رح نعمل؟ ما حسنت إني إلا أبداً، ما حسنت أحكي لشي كمان هالمرة؟ ليش؟ كيف بدك يعني إلا أنا أمك وهي كرهانة أمها كتير؟ كانوا عيونها مليانين حقد وكره، ما قدرت أفتح تمي. قالت إنه هالمرة دمرت حياتنا وقضت على مستقبلنا، وتمنت ما ترتاح بقبرة. قالت بدها تروح وبدها تترك العيش اللي عايشتها ببيت عمها. يا علي يا عليك يا أختي، ما بتستاهلي اللي عم بيصير. ما أحسنت إلا أنا أمك يا بنتي. اليوم اللي حتروح فيه على بريطانيا رح قلها، يا بتقلي أمي وبتهانئني، يا أما بتروح وبتدر لي ظهرها. عن جد مصر على السفر أسماء؟ ايه مصرة كتير. يعني قصدك ما في داعي احكي شي، لانه شو ما سويت ما رح تقتنعي، مو هيك؟ لا مو هيك قصدي بنوب. لا تروحي اسماء، اسمعي، انا بلشت بشغل جديد والحمد لله الشغل فيه مصاري كتير. اذا كان دايق خلقك هون، منروح انا وياكي واختك لشي مكان منغير جو، شو رأيك؟ انا ماني رايحة لغير جو يا اخي، أنا رايحة على بريطانيا من شان مستقبلي. عم تحكي وكأنه مو هامك شي، وكأنه رح تنسينا وما رح تشتاقي لنا بنوب. أنت شو عم تقول؟ معقول ما أشتاق لكم؟ أنتو كل شي بالنسبة لإلي. ليش نحنا مين إلنا غير بعض يا ياسين؟ بس هالوضع وهالأيام هي يلي عملت فينا هيك. نحنا ياسين مرينا بأيام حلوة وأيام مرة كتير. رح يكون صعب علي كتير إنه أفترق عنكم. رح سافر وبالي رح يضل كله عندكم، بس أنا مجبورة. وأنت كمان معك حق، لازم تفكري بمستقبلك وتعيشي حياتك. اتفقنا ماهي؟ لا عاد تقلبوا وشكم فيني. ليك أنا كمان رح أوعدك بالكتير سنتين وبتلاقوني هون
وحنرجع نكمل حياتنا، ورح نقعد بالجنينة ندردش مثل ما نحن قاعدين هلا. تعي حاجتك غلاظة. اوه شو هالحب كله عن جد، قديش حلو الحكي مع الاخوات، صدقوني انا غرت منكن. طبعا ضروري تودعوا بعض، اسماء رح تروح، رح تشتاقوا لها. يلي فينا بكفينا يا قدرات، لا تجي هلا وتزودها علينا لو سمحت. الله يعينك ياسين، زعلان كتير عليك، صدقني اول شي رفيقتك تركتك، وهلا اختك رح تسافر، صعب اللي عم يصير فيك، مكتب لك تفارق يلي بتحبهم. قدرات سكروا لتمك احسن ما اضطر سكروا بطريقتي، مفهوم؟ ليش هيك عم تحكي ياسين؟ بشو غلطت لحتى تعصب فورا؟ اطول بالك، شو حكينا؟ لا تضايق حالك اخي، قدرة طول عمره هيك ما بيعرف شو بيحكي. قلت لك خليكي بعيدة عن أحفادي جلنار، بس أنا متأكدة منيح إذا مو اليوم أكيد بكرة رح تحكي لهم كل شي للولاد. طالما مو سألي عن روحك بعرف كيف أخذ لك إياها ونرتاح. لا تاكل هم أبداً ابني راسيم، لأنه هاي المرة ما رح تقرب من ولادك أبداً، ما رح تقدر مرة تانية تخرب حياتهم اللي خربتها قبل 20 سنة يا ابني. ذاك اليوم شو قال لي السيد حكمت؟ المبيعات اللي برا فيها بركة أكتر من المحل، لأنه الناس بتاخد ولاده وبيروحوا على الحديقة أو على الساحل. قال إنه المحلات اللي هنيك بيضلوا معجوقين. إيه اليوم منتعب شوي، بس إن شاء الله بكرة منرتاح. إن شاء الله أختي. يا الله بسم الله يا رب، لا تضيعنا تعب ويسر لنا شغلنا يا رب. عم تفكري بأسماء ما هيك؟ ليش هي راحت من بالي؟ وخصوصاً من تصرفها مبارح ومن بعد كلامها بلشت أفقد الأمل، وعم أقول مستحيل إنه تصدقني. لازم تطولي بالك يا أختي، هاي أختها الكبيرة سهر صدقتك، وأكيد أسماء رح تصدقك. بالبداية رح يكون صعب بس بعدين رح تتعود، انت لا تضايقي حالك. بس هالشي مو معروف ابدا، انا جاهزه للأسوأ يا اختي. اذا اسماء ما صدقتني وما بدها تشوف الشي مره تاني، بدي اتحمل هالوجع دائما. ما بيصير تحكي هيك اختي، لسه ما بتعرفي اسماء شو ممكن تعمل، ما في داعي للزعل. صدقيني كل يوم بدعي لك مشان تجتمعي بولادك يا أختي، إن شاء الله رح تتصالحي مع بنتك وما منضطر إنه نواسي بعضنا. إن شاء الله يا أختي. تفضل ستي. صباح الخير، الفطور جاهز. داود نزل ولا لسه؟ لا عمي داود طلع من الصبح بكير. طيب أنا جاي. صباح الخير، يعطيكم العافية. صباح النور بنتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بنتي، شو ضيفك، شاي ولا قهوة؟ لا تعذبي حالك خالي هادية، ما بدي أشرب شي، بس يعني قلت لحالي خليني أجي وساعدكم شوي. يسلم إيديكي،
ارتاحي شوي لبين ما اروح جيب لك الشوبك والطحين. منيح اللي اجيتي، لولا هيك ما كنا شفنا ضحكتها. امي ان شاء الله بيضل وشك عم يضحك دائما. بس تحكي مع ياسين واسماء مشاكلنا كلها رح تنتهي، وبعد منا ما في شي رح يضايقنا ان شاء الله يا بنتي. طيب امتى رح نحكي؟ اسماء امتى مسافره؟ بصراحه انا ما بعرف امتى، بس ما في كتير وقت، رح اسال واعرف. كنت عم اقول شو رايك نجتمع سوا قبل ما تسافر ومنقضي وقت حلو؟ فكره كتير حلوه، فرحتيني بهالشي. يا ابني يلا اترك هالتليفون واقعد افطار. ايه بعدين بتقول تأخرت على الجامعة وبتروح من دون ما تاكل، ما بصير تروح جوعان. اقعد وكلك لقمتين يا ابني. والله اصابعي رح يطقوا من كتر ما كتبت رسائل. ليش الكذب العزوبية حلوة بضل راسك مرتاح ياسين؟ حميد ربك ما عندك هيك هم. خير يا ابني، هي رفيقتك ما هيك؟ انا بعرفها، لتكون هي اللي رحت على عيد ميلادها. لا امي، هديك رفيقة عادية انسيها، هي غير، بنت سبيشال. بس بدك الصراحة بنت كتير حلوة. شي حلو والله، بس طبعا لا تثق فيها بسرعة ابني، دير بالك. ماشي ماشي، بس هيك ما بيمشي الحال. ترن 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 ترن، رح اتصل فيها مشان ترتاح وبتكون سمعت صوتي. ألو كيفك؟ قلت بلا ما أتعذب بالكتابة وبسمع صوتك. إيه كتير منيح، وأنا حابة أسمع صوتك، كنت رح أتصل فيك. معناها القلب على القلب ما هيك؟ والله أنا اشتقت لك. اليوم أنا فاضية، إذا بدك ممكن نلتقي. يا روحي ليش أنا بتحمل من دون ما أشوفك؟ طبعاً نلتقي، بس أوصل لعندك بعمل لك رنة. تمام حبيبي، باي روحي، مع السلامة. شايف الأمور كتير متطورة يا ابني. والله هذا يلي صار يا أمي، شو بدي أعمل؟ البنات ما عم تتحمل جاذبيتي، مو طالع بإيدي شي. صحتين مهنا. شو بو ياسين؟ لا تكونوا تخانقتوا من عند الصبح. لا يا ستي أنا ما قلت شي أبدا، يعني كأنه متضايق شوي، ما بعرف. نوال تركي فطورك وتعالي معي، في عنا شغل. طيب امي جاي فورا. في مرة انت سألتيني ليش عم بتطلع عليك وعم ببتسم، وهلأ صار دوري اسألك نفس هذا السؤال. لنفس السبب، انت كمان انسان صادق، يعني من برا ومن جوا نفس الشي ما بتختلف. اليوم يلي تعرفنا فيه على بعض، عمر يلي ساعد القطة، هو نفسه يلي كان اليوم بالمحكمة وساعد موكله من دون ما يفكر بالمكاسب حتى. الشغل مع حضرتك بالنسبة إلي كان تجربة بتخليني افتخر. لما روح على بريطانيا رح يكون هذا من الأشياء يلي رح اشتاق لهم. معناتها لا تروحي، خلينا نشتغل بالدعاوي مع بعضنا. صدقيني إنه أنا بفتخر إني عم بشتغل مع محامية عند ضمير مثلك أنت، وقلبها طيب وحقانية، وأنا كتير تعودت إني اشتغل معك. صدقني لو الظروف كانت مختلفة ما كنت رح سافر، بس انت بتعرف الوضع. ايه بعرف، يعني هي السفرة كتير مهمة مشان مستقبلك. هي امال؟ لا هاد رفيقي مراد الشرطي. اهلا وسهلا مراد. قلي عمر لازم تيجي على المخفر بسرعة. خير مراد؟ شو في؟ في شخص محتاج لمساعدتك. طيب انا جاي فوراً.
طالما هي مقررة أنه تحكي كل شيء للولاد معناتها رح تحكي لأسماء قبل ما تسافر، وأنا ما رح أسمح لهالشي يصير بنوب. بارح بالليل كانت ناوية تحكي لها. أنتي لا تاكلي هم، من هلأ ورايح ما رح تقدر تقول شيء لحدا أبدا. شو قصدك بهالحكي أمي؟ عن قريب رح تفهمي. شو بدك تعملي؟ ماشي، أنا رح روح وأحكي مع جلنار لشوف شو الوضع. بشغلتك الأولى صعبنا عليك الموضوع مشان نشوف إذا رح تقدر تشتغل أو لا، بس هالمرة مهمتك سهلة لا تاكلهم. رح تفتل على البياعين الجوالين، بياعين السميد، وكمان بتفتل على بياعين الفطاير، وبعدين نجمع هالمصاري براحتك. يلا فرجينا شغلك. طيب رح أدبرهم، أنت لا تاكلهم. يعطيك العافية. خير أخي مراد؟ شوفي هاي زينب زوجوها لواحد من الحارة، وبليلة الدخلة أكلة قتلة من زوجها، للأسف حالة استخدام عنف عائلية. شو هالبني آدم هذا يلي بيعمل بمرته هيك؟ ما عنده لا ضمير ولا وجدان، كيف بيعمل هيك فيها؟ يا عيب الشو. زينب لا تخافي، انتي بأمان هلأ، من هلأ ورايح ما عاد حدا يقدر يضربك. خبرتوا أهلا ما هيك؟ لا أصحك، لا تخبروا أهلي أبدا، إذا عرفوا رح يرجعوني لعنده. جلنار شو رأيك بهالمكان؟ طيب أختي، شكله المكان هون حلو، خلينا نحط العرباية. يلا أمي أنا رايحة أجيب روز على السريع، هلأ بتزعل مني إذا عرفت إني إجيت وما جبتها. إيه منيح بنتي، منه بتتسلى شوي. وأنا رايحة أجيب النواقص وإجي، العرباية بأمانتي. طيب أختي لا تاكلي هم. اسمعيني زينب، ما في داعي للخوف، أهلك بس يسمعوا بهالشي مستحيل يرجعوكي لعنده، بالعكس رح يديروا بالهم عليكي. هدول أهلك أكيد هنن رح ياخدولك حقك. خلينا نحكي مع أبوكي يجي ياخدك، عندهم رح تكوني بأمان أكتر. لا مستحيل، أنتم ما بتعرفوا لأبي، هو رح يعيط علي ويقلي من أول يوم هربتي من بيت جوزك، ورح نصير سيرة بلسان العالم ورح يرجعوني لعنده. أنا ما بقدر أرجع على البيت غير لأطلع. شو هالأبهاد، كيف بيسلم بنته لهيك ظالم منشان يضربها؟ منشان الله قلن خليوني يساعدوني، ماشي؟ بترجاك خليوني خلصوني من هالزلمة. زينب خانم لا تاكلي هم أبدا، رح نبلش الدعوة ونعمل كل شي منقدر عليه منشان نطلقك منه بأسرع وقت. طيب وين رح تضل زينب لوقتها؟ بصراحة في عندي بيت لرفيقي، هو تعين بغير مدينة لهيك ترك البيت بالغراض يلي فيه، ممكن نحن نطلبه منه، وزينب خانم تقدر تضل هنيك بشكل مؤقت. تمام. امي انتي ليش الصبح ما اخذتيني؟ انا كمان كنت بدي اعجن معكم. طيب حبيبتي المرة الجاية رح اخذك معي مشان تعجني، لا تزعلي يا روحي. معناها رح اخذ القطة معي مشان ما ازعل. بس يا روز هي مالها لعبة، وبعدين يمكن تضيع هنيك، خليها بالبيت.
يلا خالتك عائشة عم تستنى بلا ما نتأخر عليها. سهار، انتي لوين رايحة؟ لسه ما فتي على البيت. رايحين على الشط، الخالة عائشة جابت عرباي ورح تبيع فطاير وأنا رايحة ساعدها. ما رح نخلص من عائشة هي، انتي بتضلي عندها طول الوقت وشو ما بدها بتساوي لها، بس حماتك الحبابة المسكينة ما بتساوي لها شي. يلا بنتي امشي، بخاطرك مرت عمي. آخ من هالكن اللي عندي. أنا لازم إني أحكي مع أبوكي، الله أعلم شو بيكون حاكي له جوزك. يعني بلكي بس يسمع شو صاير فيكي بيروق شوي وبيرجعك على البيت. بما أنه ما رد علي أنا ما بتوقع أنه هو رح يرد عليك يا سيد عمر، بس ما بعرف أنت أدرى. والدك اسمه عثمان؟ أسماء؟ زينب هلأ بأمانتك. روح لا تاكل هم أبدا. برأيك الأستاذ عمر رح يقدر يقنع أبي؟ إذا الأستاذ عمر وعد بشي بيوفي تأكدي من هالشي. لا تاكلي هم، رح يعمل كل شي لازم مشان تكوني بأمان ورح يطلقك من جوزك بأسرع وقت. أنا واثقة أنه رح يقدر يقنع أبوكي. تفضل صحتين وهنا. شكرا. يا رب اجعل لي اياها استفتاحا مباركا. شو هالقصة هي؟ كل واحد ما عنده شغل فتح بسطة؟ شكله اليوم عندي شغل كتير. منيح، يعني على القليلة رح لاقي جنار لحالة اليوم. يلا يا نوال شدي حيلك، هلأ بس تعلقي بالسنارة يا جلنار رح تصيري بين إيدي. يا خالة اطلعي فيني شوي. ياسين أهلا وسهلا ابني، شو هالمفاجأة الحلوة؟ تعا عود هون، يلا تفضل تعا. من كم يوم عم بسأل سهر عنك، طول بالك رح ساوي لك فطاير وتاكلها سخنة، عرفت إنك كتير بتحبها مع بطاطا ابني. خير شو صاير بوشك؟ انت منيح؟ فيك شي؟ منيح، لا تاكلي هم بنوب، حادث صغير بس. الله يحميك يا ابني، انتبه على حالك. شو هالحظ هاد؟ ما عرفت اجي غير لبسطة الخالة عائشة؟ انا كيف بدي اطلب منه مصاري هلا؟ افتحوا اذانكم يا جيران واسمعوني منيح، زينب بنت العم عثمان تركت البيت من أول ليلة وراحي. اجيت لعندها على البيت مشان ما ينخرب بيتي، بس هي ما اجيت على بيتها، وأبوها كمان ما بيعرف وينها، فحبيت تعرفوا بالشي اللي صار. طالما بدك الكل يعرف الشي اللي صار بيناتكن، معناتها قلن ليش البنت هربت من البيت. ليش تركت البيت؟ والله
شو يلي لك هالبنت المسكينة لسه مو شالحة بدلة عرسها. يلا قلن كيف كنت رح تموتها من الضرب. يلا ليش مين انت ولا؟ انا الزلمة يلي رح ينقذ هالبنت البريئة من امثالك. انا محامي زينب خانم. ليك يا محامي انت لا تتدخل بهالموضوع، هاي شغلات عائلية. رح اعمل كل شي بقدر عليه مشان انقذ زينب خانم منك باسرع وقت ممكن. اسمعني يا عثمان افندي، اقنع بنتك ترجع البيت والا ما رح يضل لك وش تطلع فيه بالناس. معقول يا مشكور؟ الله يكسر ايديك. الله لا يسامحك. شو هالزلمه هاد؟ خالو ياسين، صحه وهنا اخي، شايفتك هون. تسلم يا اختي، وانا مارق شفت الخاله عائشه قلت بقعد شوي. منيح يلي عملت هيك، هي كانت اكله همك كتير. يلا كول الفطاير قبل ما تبرد وانا رح ساعد الخاله عائشه. يعطيك العافيه. وهي ابنك ياسين اجى لعندك، الك قديش عم تسالي عنه. امي شوفي انت منيحه؟ ساره، ياسين حاطت سلاح على خصره بنتي. سلاح شو؟ ياسين شو له شغل بالسلاح؟ وشفت الجروح على وشه كمان. معقول يكون علقان بشغلات مو منيحة؟ طولي بالك رح أفهم منه. سهر اسمعيني شوي، احكي معه برواق، خليه يحكي لك كل شيء. ماشي أمي، أنت لا تاكلي هم حبيبتي. ايه. أنت عم تاكل أكثر مني يا خالو. ايه هلأ بجيب لك غيرها. روز يلا بنتي روحي شوي وساعدي خالتك عائشة. منيح يلي اجيت، الخالة عائشة كانت حابة تاكل من الفطاير. يسلم ايديها كتير طيبة. ياسين أنا هلأ بدي أسألك شغلة أخي، بس بدك تجاوبني عليها بصراحة وبدون ما تكذب. خير أختي شوفي؟ أنا اللي بدي أسألك هذا السؤال. شوفي ياسين، ليك أنا مبارح ما كبرت الموضوع، الجرح يلي بوشك والهدايا الغالية، تركت الشغل عند عمك وما حكينا شي، قلت لنا رح تشتغل مع رفيقك، قلنا لك طيب. ثقتي فيك يا أخي كبيرة، بس مع هالشي مالي مرتاحة بنو. لا تكون عم تشتغل بشغلات مو منيحة. ليش حامله لهات؟ يا أختي ما في شي تخافي منه، السلاح مو إلي، أخدته من رفيقي، حتى هو فاضي أصلاً، واحد من رفقاتي بدي يبيعه وأنا فرجيته لواحد تاني. خليكي مرتاحة، المساء أنا رح رجعه لصاحبه، لا تاكلي هم. إن شاء الله يكون هيك، بس مع هالشي أنا ماني مصدقتك. أختي أنا تأخرت كتير ولازم روح، ماشي؟ ياسين ليك شو بدي أقلك، أسماء ما بقي لها كتير لتسافر، شو رأيك ناخدها ونروح شي مشوار سوا؟ مثل ما بدك. إيه كتير منيح، أنا بحضر الأغراض وإنت وأسماء بتدبروا السيارة. إيه طيب لا تاكلي هم. خالي عائشة كتير طيبين، يسلموا إيديك. صحة وهنا ابني. يعطيك العافية، مع السلامة. يعني مو طبيعي، قديش بدي ضل عم بستنى لسه واحد رايح وواحد جاي، كأنه ولادة صافين عالدور. أمي شو في؟ ليش جبتيني هيك بسرعة؟ في شي مشكلة؟ لا يا ابني عود شوي، ما في شي، بس بدي أحكي معك كلمتين. الأمومة صعبة يا داود، الولادة هم لحال وتربية الولد هم، يعني بدك تضل أكل هم الأولاد للممات. أنا تعبت كتير بحياتي، ربيتكن أنت وراسيم وكنتوا نور عيوني. صحيح أخوك ترك الدنيا بكير وراح، بس أنت الحمد لله موجود. يعني أنا إذا إلي عليك شوية حق رح أطلب منك شغلة يا ابني. معقول أمي؟ أنت بتأمريني، قولي لي شو؟ اسمعني يا ابني، إذا كان إلي خاطر عندك وإذا كان أخوك إله خاطر عندك كمان، إذا بدك توقف قدام ابنك
وقدام أولاد أخوك، وإذا بدك ياهن يفتخروا فيك، وإذا بدك ياهن يضلوا مرتاحين طول الوقت، تعمل يلي رح أقلك عليه. شو هو أمي؟ مبسوطة هون حبيبتي؟ أكيد. رح أقول للخالة هادية تستلم الشغل عنك، وياسين رح يدبر السيارة وأنا بعمل التحضيرات، ونطلع كلياتنا سيران حلو إن شاء الله. يا سلام، رح نعمل سيران، بدنا نروح مشوار كلياتنا. يا سلام يا سلام. شو رأيك بتروحي؟ كل مكان بيكون ولادي فيه برحلوا فورا. يخلي لي إياكي. أوه، الله يزيد المحبة بيناتكم. خير شوفي، فرحوني معكم. كله خير. أصلاً أنا اللي لازم أسألك. خير يا نوال، شو جاي تعملي هون؟ الله يسامحك جلنار، يعني شو بدي أعمل؟ والله أنا كتير حبيت الفطاير اللي أنت بتعمليها، وقلت بدل ما أقعد بالبيت بيجي وباكل عندكم. أمي جيبي لي غزة البنات. طيب حبيبتي رح جيب لك. شو بدك نوال؟ انت ليش عم تتفتلي من وراي؟ جلنار لا تعصبي بسرعه هيك، انا ما اجيت لحتى اتخانق، اجيت لاحكي معك. تعالي خلينا نقعد ونحكي شوي، وصدقيني بدل ما تزعلي مني رح تتشكريني. ما بدي منك شي نوال، بس اتركيني بحالي. جلنار ليكي لا تقرري من دون ما تسمعي، أنا أجيت لهون من شان حذرك، بس تسمعي الشي اللي بدي أقوله رح تستغربي. أحكي، عم بسمعك. أنا ما حكيت لهلأ من شان أنتي ما تزعلي، بس ما عاد فيني أتحمل يا جلنار لأم آسيا اللي طلعتك من البيت، وكمان حطت واحد من شان يتجسس عليكي وتخرب كل شي بدك تساوي، وأنا واقفة معها بس من شان ما تضرك، وأعرف شو بدها تساوي معك. بترجاكي لا تعتبريني عدوة. صدقيني هي هي الحقيقة يا جلنار، عن جد واقفة معك. قولي لي شو اللي لازم ساوي لحتى تصدقي. فكرك ما بعرف إنه أنت وسهر عم بتحاولوا تقولوا الحقيقة للولاد، بس أنا عم قلها للأم آسيا إنه أنتي ما عم تحكي معهم، عم بكذب عليها مشان أحميكي يا جلنار. صدقيني أنا رح قلك آخر طلب عندي يا داود، بس أول شي لازم تعرف إنه أسماء وياسين وسهر أمانات أخوك عنا. راسي من دفن تحت الأرض هو بأول عمره، وانت كعاملة لهم بعتقد عملت لهم كل شي بتقدر عليه، بس الشي اللي انت كان لازم تساويه من زمان هلأ صار وقته يا ابني. الموت حق، وانا صرت كبيرة بالعمر، يعني انا بدي قبل ما موت ريح ضميري يا ابني. تفضل. يسلم. انت شو عرفك انه بدي احكي مع الولاد؟ شو هالسؤال هاد؟ صدقيني انه انا بعرفك اكثر من الكل. اكيد انت ما عم بتحومي حوالين اسماء على الفاضي، ما هيك؟ ليكي يا جلنار، انا واقفه معك ورح ساعدك بالموضوع. بالنهايه هدول ولادك، واكيد من حقهم انه يعرفوا الحقيقه. بترجاكي اسمحي لي خليني ساعدك. إذا بدك أنا بنفسي بروح وبحكي معهم، آه؟ شو رأيك؟ لا نوال، أنا بحكي معهم. رح يكون صعب، بس أنا ما عم نام الليل، لأني آكلة هم إنهم ما يصدقوني وما يسامحوني كمان. أنت أم يا جلنار، أي أم بتقدر تنام وهي قريبة من أولادها وما بيعرفوها؟ كأنه أنا ما بعرف.
فكرك ما بعرف كيف تحملتي كل هالسنين وانتي بالسجن؟ مو كل ليلة كنت تشوفي ولادك بمنامك وكنت تواسي حالك بأمل انه تجتمعي فيهم؟ قلي لي مو هيك يا جلنار؟ ايه صحيح، كل ليلة انا كنت شوفهم بمنامي. اللي خلاني عايشة هو أملي إنه رح اجتمع بولادي بيوم من الأيام. فكرك ما بدي إياهم يقولوا لي أمي ويعرفوا مين أنا؟ أنا بريئة يا نوال، وبدي إياهم يعرفوا هالشي. أنا متأكدة من كلامك وبعرف، وأنا هاد اللي عم قلك يا ولادك من حقهم يعرفوا هالشي. طيب خليني روح حاكيهن وقلن إنك بريئة، بلكي بيصدقوني. يسلم، انتي لا تتدخلي بهالشغلة، أكيد رح لاقي شي طريقة وأحكي لهم. طيب مثل ما بدك، شغلتك كتير صعبة، الله يكون بعونك يا أختي. إن شاء الله ياسين وأسماء بيصدقوا إنك بريئة. اصحك تستسلمي ماشي؟ ماشي، أنا صار لازم روح. إذا احتجتي لأي شيء اتصلي فيني فورا، صدقيني أنا رح ساعدك بكل شيء بقدر عليه. يلا يعطيكم العافية. ألو أمي، هلأ كنت عن جلنار، الأخبار مو منيحة بنوب. هي قالت لي إنه عم تستنى الفرصة المناسبة لحتى تقدر تحكي مع الولاد. منيح اللي رديت عليكي وما تركتها لحالها، وإلا كنا تبهدلنا. ألو ألو أمي، ما كان ناقصني غير تسكر التليفون بوشي. Geçer sanmıştım aylar geçti unutmadım seni gözyaşların hiç değmesin kurumuş toprağıma seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda